السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه قرية اليونسية، وقبل ذلك كان اسمها أوبين، من قرى جبل الأكراد في منطقة جسر الشغور، تتبع لناحية بدامة في محافظة إدلب. عدد سكانها حوالي 3000 شخص، كلهم كرد لكنهم لا يتكلمون الكردية للأسف. تبعد عن ناحية بداما حوالي 4 إلى 5 كيلومتر، وعن جسر الشغور حوالي 24 كيلومتر، وعن مصيف سلمى حوالي 20 كيلومتر. تقع بالقرب من لواء اسكندرونة. يعتمد الأهالي في معيشتهم على الزراعة والوظائف الحكومية. من عائلاتها يونسو، موصلي، معمار، مستو، ليلى، عليكو، معطية، عبد الحق، شحادة، صلوح، شاكر، سعيد، خليل، رمضان، حسينو، حدو، جازي، بكور، بريمو، أمين، إسماعيل، الشيخ. طبعا بالرغم من أنهم كرد لكنهم نسيوا لغتهم الكردية. هذه المعلومات وصلتني من أحد أبناء منطقة جبل الأكراد، وأنا ألقيها بصوتي. أنا علي عبد الله كولو، منطقة درباسية في محافظة حسكة، وأتمنى كما يتمنى كل الكرد الناطقين بالكردية أن يتعلم أهلنا في جبل الأكراد لغتهم الكردية، وأن يعلموها لأولادهم، وأن يسموا أولادهم بأسامي كردية. فلغتنا الكردية مثل باقي اللغات هدية من الله، وعلينا أن نتعلمها وأن نعلمها لأولادنا. دمتم أهلنا في قرية اليونسية أو قرية أوبين.